أخبار اليوم. عشان ده اللي انت طالبه من الحكومة. القصاص لدول بسرعة واللي قبلهم 16 جندي اللي قبل كده ماتوا في رمضان من سنتين اللي لسه حقهم ما جاش. لحد امتى هنفضل نموت على الحدود؟ سبب وفاة النهاردة ضمن خط الصحفيين الأول بسم الله الرحمن الرحيم. بقول للدنيا كلها إن إحنا ظهير للجيش المصري، إحنا أولاد الجيش المصري، الجيش المصري اللي حامينا، الجيش المصري إحنا من غيره ملناش أي كرامة. دم إخواتنا اللي ماتوا المسيحيين والمسلمين هم أولاد مصر وإخواتنا ودمنا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عندنا أمل كبير جدا في القضاء العسكري إنه يقتص الناس دي كلها بإعدام كل جماعة الإخوان وكل من يمت لهم بسبب. طالب إيه من القيادة السياسية على الوجه التحديد؟ طالب من القيادة السياسية التعجيل بالمحاكمات ومحاكمات عسكرية ناجزة عاجلة عشان نبرد جنود كل المصريين وكل أهالي الشهداء، وكلنا كلنا أهالي الشهداء، مش هم ليهم أهالي، إحنا كلنا أهل الشهداء وعايزين نبرد نارنا. وبرضه من القيادة السياسية الإنجاز بإعدام كل جماعة الإخوان والقبض على كل جماعة الإخوان بالخارج والممولين للجماعة بالداخل. رأيك إيه في المدونة اللي كتبها محمد مرسي على تويتر؟ عمر الهبلة ما تجيب دكتور. لا تجي الكلام المساكين. حضرتك ايه سبب وقفتك النهارده؟ احنا
ان احنا مش هنسابه، ان السيسي مش هنسابه، ان مصر كلها ضد الاخوان، ما بقاش اي حد يقول اخواني ما بلاش نقبله في مصر، المفروض يلاقوا نفسهم ويروحوا اسرائيل اللي بتمولهم، ويقول لهم ربنا ينتقم منكم ان شاء الله، زي ما بتقتلوا شهدائنا اللي بيدافعوا عننا، يصير ربنا هياخد حقهم من ولادكم. وبنقول لمرسي الاعدام لمرسي وللاخوان، وبنقول له يا مرسي، وبنقول للسيسي ربنا معاك وربنا يخليك وعلى قد نيتك يديك يا سيسي يا حامي شيخ وقسيسي. عايز اقول مصر دي مش هتتهزم، مصر مش هتتكسر، مصر دي ام الدنيا، مصر دي قويه محدش هيهزمها ولا نخاف من حد. انت طالبه من انت سبب وقتك طالبه الاختصار، طالبه الاعدام. انا عايز اقول للقضاء اعدلوا بالحق، ولادنا ماتت كل يوم، مش شايفه ولا واحد بتعدم. ليه ايدكم مرتعشه؟ ليه انتوا مع مين؟ انا عايز افهم. مع اسرائيل